ايش Yesterday we went to an adventure park. Adventure park. Adventure park يعني حديقة الملاهي، يعني بالأمس ذهبنا إلى حديقة الملاهي. Adventure park. Our father drove us. Drove دي الماضي من drive. Drive يعني يقود سيارة، والماضي منها drove us يعني وصلنا بالسيارة، وقصدي ضمير المفعول بتاع we. يعني we نحن، قصدنا ضمير المفعول بتاع we. Our father drove us. بابايا وصلنا there. إلى هناك. My sister and I، أنا وأختي، saw some friends. saw دي اللي هي الماضي من see. see يعني يرى. saw رأى. saw رأى و see يعني يرى. saw دي الماضي من see. My sister and I saw، رأينا، some friends. some friends. some friends بعض الأصدقاء. from school. and where and يعني where played. played دي الماضي، هو الفعل اصلا play يلعب. played يعني ولعبنا معاهم. and played with them، حطينا لها ايدي بتاعت الماضي. with يعني مع. with w h ده with them معهم. برضو كلمة them دي ضمير مفعول بتاع they. and played with them، ما قلتش played with they، قلت played with them. Then we went on rides. ذهبنا ركبنا. went on rides معناها ركبنا ألعاب. rides معناها ألعاب. went دي الماضي من جو. went on rides يعني ركبنا ألعاب. with يعني مع. هو الثاني. with يعني مع. our parents والدينا. with our parents مع والدينا. it was great fun. كان حاجة رائعة. كان great fun يعني كان رائعة. after the rides وبعد الألعاب. after يعني بعد، عكسها before يعني قبل. after the rides بعد الألعاب. after the rides بعد الألعاب. dad got. got دي الماضي من get. get يعني يحضر أو يعطي. dad got me، أحضر لي، a burger. dad got me a burger، جاب لي برجر. my sister didn't want. my sister أختي didn't يعني ما كانتش عايزة في الماضي. ماضي من don't didn't. my sister didn't. My sister didn't want one. أختي ما كانتش عايزة واحدة. So he got her. he ده اللي هو my father يعني. he دي جاية على my father. he got her، جاب لها an ice cream. We were really good. كنا كويسين جدا. So ولذلك dad promised. 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 promised يعني وعدنا. to take us again، إن هو ياخدنا مرة تانية. next week، الأسبوع الماضي. الأسبوع القادم. next يعني القادم. I can't wait، وأنا مش قادر أنتظر. I can't wait. yesterday بالأمس محمد went. went دي الماضي من go. ذهب to an adventure park، إلى حديقة الملاهي. adventure park. adventure park. their father drove them there. باباهم وداهم هناك. drove دي الماضي من drive. محمد and his sister saw. محمد وأخته سو شافوا مين؟ سو their friends أصدقائهم. after the rides بعد ال بعد ال rides الألعاب. his father got him. بابا جاب له a burger. بابا جاب له a burger، واحدة برجر. كلمة say يعني يقول. say read and write words with فه فه and gh. read and rewrite a short text using me him her us. ايه مي ويو وهم واس وهير واس دي الاوبجكت بروناون، يعني مي ده هيم كان اصلها اي، يو دي اصلها يو، هيم اصلها هي، هير اصلها شي، اس اصلها وي، ذم. بس دي كلها ضمائر مفعول. ضمائر مفعول بتاع ضمائر. يبقى مش ريد اند رايت يور كومنتس. اي وون ا تيبل تنس جيم. انا فزت ب تيبل تنس جيم يعني ماتش كرة تيبل تنس يعني تنس الطاولة اللي هو البينج بونج. هقول له ايه؟ واحد قالك انا فزت بحاجه، هقول له ايه؟ كونجراتوليشنز. كونجراتوليشنز. كونجراتوليشنز يعني مبروك. ماشي. I saw a beautiful shooting star. انا شفت نيزك جميل. ممكن اقول له ايه؟ حاجه من الاكسبريشنز اللي فوق ده. how strange. how strange يعني شيء عجيب. how strange. how strange. هاو سترينج. ماشي نكتب كده هاو سترينج. يا له من شيء عجيب.
how strange. how strange حاجة مدهشة يعني. how strange يعني مدهش. بعد كده we lost a basketball game 22-8. احنا خسرنا ماتش كرة السلة 20-8 اهو. sorry about that. انا حزين عن ان انا سمعت الكلام ده. sorry about that. sorry about that. بعد كده واحد بيقول لك we were stuck in a train. احنا we were stuck يعني كنا عالقين في القطار، مش قادرين ولا نطلع ولا ندخل. ممكن اقول ايه؟ how scary. how scary يعني ايه how scary؟ شيء مرعب. شيء مرعب. how scary. how scary. يلا تاني من الاول. I want a football match. هنقول I want a table tennis. يبقى هنقول ايه؟ الرد هيبقى ايه؟ congratulation congratulations. con gra to lations. congratulations. congratulations. congratulations يعني مبروك. I saw a beautiful shooting star. شفت beautiful shooting star. how strange. how strange. يا له من شيء عجيب. how strange. how strange. وبعدين we lost a basketball game 22-8. خسرنا مباراة كرة السلة 20-8. sorry about that. حبيبي الناس مالي sorry سوري أبوز about that. sorry about that. sorry about that. sorry about that. we were stuck in a train. احنا كنا عالقين في القطار، حبسنا في القطار. في القطار. هاو سكيري how scary. يا له من شيء مرعب. how scary. how scary. write a b c b write a or b or c. a I look at my leg. عملت ايه في رجلي؟ كسرتها. I broke my leg. بكتب هنا a. I broke my leg. I broke my leg يعني كسرتها. I broke my leg. بعد كده I a cold يعني انا خدت برد. I caught a cold. خدت برد. I caught a cold. I caught a cold. I know at first place in race. يعني أنا طلعت الأول في السباق. I got first place in race. I got first place in race. قولها كده، قولهم تاني يا عبد الله الثلاث جمل. I burnt my I leg. broke. I broke يعني أنا كسرت. I broke. I broke my leg. ها؟ عايزة أقول أنا خدت. I cough أقل. ماشي. اخر حاجة عايزة اقولها، خدت المركز الاول في السباق. I got first برنس place برنس برنس in race. I got first place in race. I got first place in race. تمام. I saw a UFO. UFO ده يعني جسم غريب، جسم فضائي غريب. Some balloons. I saw some balloons. شفت بعض البالونات. In the sky. A hang glider. A big bird. وطائر كبير. I tried cooking. أنا جربت الطبخ. For the first time. Snowboarding. تزلج. Volleyball. I went to an art gallery. رحت مطعم مصنع معرض فنون. A big festival. مهرجان كبير. استراليا. ماشي. دي good things اللي حصلت لك. الباد things زي الحاجات الوحشة. I broke my leg. كله في الماضي. I broke my leg يعني أنا كسرت رجلي. I broke my arm. كسرت دراعي. I broke my finger. كسرت صباعي. I had an operation. عملت عملية. I had an operation. I had an operation يعني أنا عملت عملية.
I had a bad cold، دور برد سيء. I had a fight يعني اتخانقت. I had a fight. I lost a football game يعني خسرت ماتش الكورة. I lost a football game. I lost a race وخسرت السباق. I lost a computer game، خسرت مباراة لعبة كمبيوتر. I lost يعني خسرت. I had يعني كان عندي. I broke يعني كسرت. Read and write your feelings about good and bad things. ماشي، بص هنا هنقول يا إما أقول I was happy يعني أنا كنت سعيد، I was sad أنا كنت حزين، I was scared أنا كنت مرعوب، I was worried أنا كنت قلقان، I was excited أنا كنت متحمس. نقولهم تاني كده، I was happy أنا كنت سعيد، I was sad أنا كنت حزين، I was scared أنا كنت مرعوب، I was worried أنا كنت قلقان، I was excited كنت متحمس. واحد بيقول لك I won a basketball game 6-0، أنا فزت بمباراة كرة سلة 6-0. I فهتقول له was happy. I was happy. Excellent. I was team leader، أنا كنت التيم ليدر كنت قائد الفريق. I was warm. I was ممكن أقول excited، يعني إيه excited؟ شيء حلو. يعني متحمس. I was excited. I was excited، يبقى كنت التيم ليدر كنت excited متحمس. We lost a tennis match 3-0، خسرنا ماتش التنس 3-0. I was I would say sad. My uncle had an operation. My uncle had an operation يعني عمي كان عنده عملية، كان هيعمل عملية. I would skip. ممكن أقول I was worried. I was worried. I was worried يعني أنا كنت قلقان. I was worried. We were stuck in an elevator يعني إحنا were stuck يعني كنا عالقين محبوسين in an elevator في المصعد. I was scary. I was scared كنت مرعوب. ماشي. I won أنا فزت بإيه؟ I won إيه؟ But نمبر إيه؟ I won. I am وصلت على طول. أيوه صح. I won a game يعني أنا فزت بجيم. I lost أنا خسر أنا ضيعت. My keys. My keys يعني المفاتيح بتاعتي. I lost my keys. I lost my keys. آخر حاجة I broke أنا كسرت. صح I broke my leg. I broke my leg يعني أنا كسرت رجلي. ماشي تعالى بقى كده الحاجات الكتير دي كده. I won a race أنا فزت بالسباق. My brother ماشي. My brother got ايه. My brother got a trophy يعني خد كاس. My brother got a trophy. My sister caught جالها a cold. catch a cold يعني ياخد دور برد. My sister caught a cold. Mom broke مامتي اتكسرت. broke ايه؟ بروك a window كسرت الشباك. مام بروك a window. داد سو داد رأى a UFO يعني جسم فضائي غريب. ماشي. جراند با في ايه اللي ناقص هنا؟ أيري روكت. روكت. روكت يعني روكت ده يعني ايه؟ يعني ايه روكت يعني صاروخ. ماشي فخلينا احنا اللي احنا اللي احنا عملناهم دول كده. I won a race فزت بسباق. My brother got a trophy خد كاس. My sister caught يعني خدت a cold دور برد. Mom broke a window مام كسرت الشباك. Dad saw بابايا شاف a UFO يعني جسم فضائي غريب.
ريمبو يعني ايه ريمبو؟ عارف انت ريمبو اكيد، ايه الريمبو ده؟ هو قصقص صح. اه قوس قزح. هاي السيفن لديه سيفن ايه؟ لا لا colors. rainbow has seven colors يعني 7 ألوان. a rainbow has seven color. a fish has no. السمكة ما عندهاش ايه؟ legs، ما عندهاش رجول. a fish has no legs. a house has some. البيت يوجد لديه some، بعض الايه؟ ويندوز. windows، شبابيك. احنا نقدر نخلص يونت ماي براذر خالد، اخويا خالد. ماي براذر خالد تو ذا كابورد، يعني اخويا خالد ذهب الى الكابورد. يعني ايه ذهب الى؟ لو اسئله كلمه احنا هناخد واحده من دول، هناخد واحده من دول، ووز او وينت او هات او كيم او جوت. يبقى اول حاجه ماي براذر خالد، اخويا خالد ذهب الى الدولاب. وينت تو ذا كابورد. وينت تو ذا كابورد. وبعدين to find something to eat، عشان يلاقي حاجة ياكلها. but when he not there، ولكن عندما وصل إلى هناك، وصل يعني got، when he got there، عندما وصل إلى هناك the cupboard، الدولاب كان فاضي. يعني إيه كان؟ except was bare، the cupboard was bare and so he not no thing to eat، وعشان كده هو ما خدش اي حاجه ياكلها. ما كانش معاه. يعني ايه معاه؟ يعني هاد. معاه يعني هاد، الماضي منها هاد. he had no thing to eat، ما كانش معاه اي حاجه ياكلها. وبعدين he went to the grocers، ذهب الى الجروسرز. يعني ايه ذهب؟ ماضي بقى، الماضي، الماضي من جوه. He went to the grocers to buy some fruit، ذهب إلى الجروس عشان يشتري بعض الفواكه and milk، واللبن. But when he not back، عندما رجع، يعني إيه يرجع؟ يعني come back. come back came back. When he came back، عندما رجع. When he came back، هو كان ماسك شنطة فاضية. هو كان، he was holding، he was holding، كان ماسك an empty brown bag، شنطة بني فاضية. بور خالد، لأن الشنطة كانت مقطوعة اهيت، لأي حاجة جابها وقعت منها. ماشي، يلا نقول تاني من الأول. باي براذر خالد تو ذا كابورد، ذهب إلى الكابورد. يبقى أقول ذهب يعني إيه؟ وين went to find something to eat، عشان يلاقي حاجة ياكلها. but when he not there، عندما ذهب إلى هناك، يعني إيه يذهب أو يصل إلى هناك؟ يعني إيه يصل؟ يعني get، والماضي get got. when he got there، عندما وصل إلى هناك the cupboard، الدولاب كان فاضي. يبقى هنا ناقص كلمة إيه؟ كان. يعني إيه كان؟ كان was، the cupboard was bare and so he not no thing to eat، وما كانش معاه حاجة ياكلها. وانت لا، هو ما كانش معاه no thing to eat، ما كانش معاه حاجة ياكلها. يعني ايه معاه؟ يعني have، والماضي من have had. he had no thing to eat، he had no thing to eat. في نوع to the grocers، هو ذهب إلى الجروسرز. يعني إيه ذهب إلى؟ ذهب، الماضي من جوه.
بوت ماضي من جو. بوت لا وينت went. اه he went to the grocers. ذهب الى الجروسر. جو يذهب الماضي منها went to buy some fruit حتى يشتري بعض الفواكه and milk. but when he looked back but when he looked back عندما رجع يعني يرجع يعني قام والماضي من قام came but when he came back عندما رجع he not holding كان ماسك he was holding كان ماسك an empty brown bag شنطة بنية فاضية بور خالد. تمام. Listen and practice the opinions. I think this chant is easy يعني سهل exciting يعني مثير funny يعني رائع great يعني عظيم. وبعدين we had some but we didn't have listen match and practice. عايزين نحط F أو BH أو GH. أول واحدة دول إيه دول؟ ده إيه؟ ده ماله ده؟ دول friends friends ماشي. وفيل يعني إيه؟ infant elephant بالاي ايه بالبي اتش. وبعدين ده ايه ده؟ ايه؟ والبنت بتعمل ايه؟ البنت بتعمل ايه؟ بتضحك. بتضحك يعني ايه؟ يعني لا love يعني بتضحك. وده الجو ده الجو ده صعب. يعني ايه الجو صعب؟ اسمها طف. اقرأ كده يا بودي. August is شهر أغسطس is ايه؟ August is ايه؟ شهر صح؟ August ده شهر. يعني ايه شهر بقى؟ يعني a month. a coin coin يعني عملة عملة اللي هي الفضة زي الجنيه الفضة كده. a coin is a is money. autumn autumn شهر فصل الخريف is a season. يبقى August is a month. شهر أغسطس ده شهر. coin money autumn season. August month
coin money autumn season. كده اللي هي الاوبجكت بلون والضمائر المفعول وضمائر الملكيه. يستر دي بالامس احنا ذهبنا، يبقى ده ضمير مفعول، ضمير فاعل عادي. احنا يعني ايه؟ يعني وي، يبقى وي ونت. يستر دي وي ونت، احنا ذهبنا تو ان ادفنشر بارك، رحنا حديقه الادفنشر بارك، حديقه الملاهي. ابونا فازر، احط هنا قبل فازر احط كلمه ايه؟ ابونا احنا، يبقى اقول ايه؟ ضمير الملكيه بتاع وي، ماي بس لا بتاعنا كلنا، بتاعنا كلنا، يبقى ايه؟ اور، اور فازر بابانا دروف، وصلنا احنا اس اس. اكسلنت، دروف اس، وصلنا احنا زير. سيستر اند اي، انا واختي. يعني ايه اختي؟ ماي ماي، اكسلنت. ماي سيستر اند اي سو سام فريندز، رأوا بعض الأصدقاء from school and played with، ولعبوا معاهم. هما يعني إيه؟ هما يعني زي، بس مش هينفع أكتب زي عشان ده حرف جر، وبعد الأفعال وبعد حروف الجر ما بحطش ضمير فاعل، بحط ضمير مفعول. ضمير مفعول بتاع زي them and played with them. Then we went on rides، وبعد كده ركبنا ألعاب ويز مع والدينا، مع الأب والأم بتوعنا إحنا. والدينا أول our parents، with our parents it was great fun. After the rides وبعد الألعاب dad got، بابايا جاب لي أنا، أحضر لي أنا. got إيه؟ أنا يعني إيه؟ يعني أي، بس مش هينفع أحط أي بعد الفعل، بقى got إيه؟ got me، got me ضمير مفعول بتاع I me. got me a burger، my sister didn't want one، أختي ما كانتش عايزة واحد، so ولذلك هو أحضر لها. برافو، so he got me، جاب لها هي. برافو، he got her an ice cream، we were really good، كنا كويسين. so dad promised يعني to take، ان هو ياخدنا. us again next week، I can't wait. ماشي، where we went، رحنا فين؟ هو احنا رحنا فين؟ البيت خمس رحنا فين؟ adventure park، حديقة الملاهي. what you did there، عملتوا ايه في حديقة الملاهي؟ we went on rides، went on rides يعني ركبنا الألعاب، went on rides، went on rides يعني ركبنا ألعاب، went on rides. what someone got you، باباك جاب لك ايه؟ my father، my father بابايا got يعني جاب لي، got me جاب لي a burger، بابايا جاب لي burger. my father got me a burger، my father got me a burger.